بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحقيقة أنا سعيد أن أتقابل معاكم. إحنا تقابلنا في رمضان وتقابلنا بكده. أنا من المقتنعين جدا بأن كل واحد بيعمل عمل لوجه الله ووجه البلد دي وخدمة الناس مكافئته أولا عند ربنا. بس لازم نفهم إن إحنا لازم نتقن في عملنا. لازم نفهم نتقن في عملنا. يبقى عندنا ضمير اكتر ونبذل مجهود اكتر، لانه النظافه دي من اهم الاشياء المواطن بيحس بيها. بيحس بيها في وحده محليه كويسه، في عمال كويسين، في اداره بتتابعهم كويس. يبقى المظهر المحترم واحنا بنساعد في المرتبات والمكافئات، واحنا بعتنا لكم في رمضان يعني 30 وجبه ذهبيه وبعتنا وهنزود ان شاء الله كل ما يتوفر حاجه هنتوفر، سواء حاجات عينيه او زياده في الفلوس. بس لازم يبقى في تحسن في الاداء عشان نطلب زياده في الفلوس. وانا اهم ناس قيمته عندي، اهم ناس بوضوح شديد اللي بينزلوا الشارع ودول ما بيكونوش الشارع، دول اهم ناس. ان شاء الله هنلتقي بكل وسائل الرعايه لحضراتكم. بشكر جدا. فين هو صاحب؟ دكتور راس مريض. فين اسمه؟ مشكوره جدا باسم شخصيا باسم محافظه. ونعمل ان شاء الله احنا نكمل الباقيين عشان يبقى في مظهر حضاري كده وحاجه مشرفه. مشكوره جدا. يعني ان شاء الله نتفق كده ونتعاهد مع بعض انه اللي جاي يبقى افضل ونحسن صوره بلدنا ومحافظتنا. اتفقنا؟ شكرا جزيلا. سعيد محمد أولاني. محروس عبد العظيم رزق. مسعد محمد مسعد.